ناصر، زكريا ناصر، محمود صالح، ماشي محمود صالح، ماشي محمود صالح، وعاوز يرقص، وعاوز يشوط في الجول، وعاوز يشوط في الجول، وشوط في الجول، شوط في الجول، يا محمود صالح، يا 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 علي، الله اكبر، الله اكبر. الهدف الاول للنادي الاهلي احرزه محمود صالح في الدقيقه 17 من الشوط الاول، وبهذا الاهلي 1 اسي كلاشيه في مباراه الاعاده او العوده في بطوله كاس انديه افريقيا لدور الثمانيه. محمود صالح، محمود صالح، ابو مصطفى عبده، ترقيصه حلوه يا مصطفى، يا عيني يا ولد يا لعيب، وماشي مصطفى ولعب الكره يا حلوه، وعلى كل من ميه جول زكريا ناصف، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا عيني، اخر حلاوه اخر حلاوه. الهدف الثاني للنادي الاهلي احرزه زكريا ناصف في الدقيقة 42 من الشوط الأول. فاضل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول. زكريا ناصر، أسامة عرابي، علاء ميهوب، الخطيب، الجول الثالث، شوطة حلوة يا عيني على الحلاوة، ايه الحلاوة دي؟ يا ولد يا ولد يا ولد، الجول الثالث للنادي الاهلي في الدقيقة 30 من الشوط الثاني. نص ساعة من الشوط الثاني وأصبحت النتيجة 3 للأهلي لا شيء، للأسف. بعد أن حقق فوزا ساحقا على فريق